شهدت حلقة The Voice نهاية مشوار المشتركين عن فئة الأغنية الغربية، وخلل تقني أطاح برحلة حسن العطار الذي أبكى إليسا. للمزيد انضم الينا زميل جميل ظاهر محرر الاخبار الفنيه في العربيه. صباح الفل يا جميل. بلا بلا صباح. انا اول شيء شو الخلل شو الخلل صبح عليها. طيب اول شيء بدي اقول انه ما عاد بدي اقول اني مرشح حدا للفوز، لانه يبدو حسن العطار ضليتني مع حسن المسكين. شو اللي صار؟ انا ما شفت حسن للاسف. مرات كثير هذا الشيء بيصير على المسرح، ما بيسمع حاله مزبوط، يعني بيسمع الاوركسترا ما بيقدر ياخذ الصوت مزبوط، ممكن يكون خلل من المونيتورز اللي بيكونوا حده، ما اخذ التون صح، فكانت الاغنيه كلها برا. وبالاضافه لذلك هي اغنيه صعبه، ويمكن بعتقد كان اختيار غير موفق يعني امبارح، فحسن كانت نهاية حقيقة موجعة للأسف، لأنه حسن موهبة كان ممكن أنه تكون بنهاية The Voice وواحد من المنافسين الأقوياء على اللقب. طب أعطينا لمحة عامة بالنسبة للحلقة. لمحة عامة مثل كل عام. أكمل. سمعت لمحة عامة لأن أنا أفضل الأصوات أسوأ أداء من على فكرة هيك صار امبارح بالبرنامج، صاروا يحكوا فوق بعض المذيعين والمدربين، فيعني عم نقلدهم هلا نفس الشيء. ايه تفضلي. يلا صورة بسؤال. بدك لمحة عامة؟ تفضل. اوكي. أول شيء اللي عم بيصير مثل كل سنة، الحرام اللي مشاركين عن الأغنية الغربية ما بيقدروا يكفوا للحلقات الأخيرة، بيكونوا هن الضحية اللي بي يعني آخر شيء بيهربوا، يعني المدربين إنه أوكي خلصوا منهم. إيه لأنه بالنتيجة إنه اللي بيغنوا غربي يعني ما بيكونوا المغنين الشرق عم بيكونوا أقوى بصراحة يعني، مشان هيك فكان بسهل إنه بيقدر ياخذوا قرار المدربين إنه يتخلوا عنهم. بس إنما بشكل عام هو اللي كان الإشكالية اللي هي امبارح كانت المفاجأة ظهور حسن من الحلقة، وهذا كان شيء شوي يعني، لأنه مثل ما قلنا كان مميز وكان عنده قدرة يغني الغربي والشرقي بطريقة حلوة كتير. إنما بشكل عام كان أداء الجميع كان مميز. إذا بتحبوا نبدأ نشوف الفيديوهات ونشوف شو تفضل يا كيف كان. هون اللي صار انه حسن للاسف كان هو الاضعف، لانه هاله وخالد كانوا اكثر متمكنين. خالد غنى لكارم محمود، ومثل ما شفنا كان بالاداء المنفرد، يعني لما عم بيقول موال كان عم بيقول بجوده عاليه، وهاله طبعا ملعبها انها تغني لورد الجزائريه، فاكيد هن اللي كانوا الاكثر حظا. اذا بتحبوا تشوفوا الفيديو الاخر فريق عاصي. ايه يلا. طيب مريز غادرت. مريز غادرت. هون طبعا كان كتير مميز اداء السلطان يوسف السلطان اللي غنى أغنية وهران، أغنية باللهجة الجزائرية، وهذه دلالة كمان هو لأنه شفناه كذا مرة بيغني بلهجات مختلفة وبأحساسات مختلفة. إذا بدنا نقول مرات بيروح على الإحساس التركي، بنسمعه بالإحساس الإيراني الشرقي العربي، فهون هي ملعبه ليوسف، ويوسف فعلا عم بيحقق شعبية كبيرة من خلال مشاركته. بتصور يوسف محظوظ، ويمكن إن شاء الله لأنه كمان حتى الجمهور صوت له لقاله امبارح، هو نجح بطلب من الجمهور يعني. طب كيف كان اداء المشتركين بالنسبه لاحلام؟ نشوفوا الفيديو ونعلق. اوكي يلا. راحه وسط الجبد راحه.
جديد لي فن الصوت هذا أغنى من زمانك فعلا فيصل بقى على كل حال كان لتصويت رحلة دموع دموع غنت الريلو حمد امبارح وهي أغنية للياس خضر يعني من أجمل طبعا هذا الشاعر الكبير مظفر النواب وأدتها بطريقة يعني راحت أخذتنا على جنوب العراق بشكل بكائي فظيع كان إنما تحققت تصويت الجمهور هو أبقاها أولغا للأسف ما قدرت تكفي وهي الأنصاري. طبعا حسب على بس الأنصاري تألق بهذا اللون والأنصاري عنده طبعا ميزات تانية إنه هل البحرين معروفين بفن الصوت هيدا وبس من أجمل ما يمكن حتى الغناء الفالت اللي قدمه فيصل كان يحسب له إنه هو حدا عن جد مغني عنده. بتصور يعني لو اي وقت انتهت هو حدا اسم جديد راح يكون بالاغنيه الخليجيه يعني كل اصحاب الغناء الغربي غابوا عن خلص سكرنا سكرنا لا سكرنا الغربي الفرع الغربي طيب. سكرنا الان يعني خلينا نقول ملاحظاتك ابرز ملاحظاتك باختصار عن الحلقه كنت بالاخير فينا شو في وقت فريق حمام يلا وانا عبد غزالي وصي اللي باب اللي بيجو وصي لغة شيماء بتحس حالك عم تسمع يعني نوال الكويتية عندها صار حدا كثير صوتها بيشبه قريب. صوتنا نوال نفس البصمة شيماء ظهرت من البرنامج ما قدرت توصل للنصف النهائي إنما عصام صوت رائع جدا عصام بس الشعبية عم بتروح لابن حاج الشاب الجزائري اللي عم يتألق بكل حلقة باللون اللي عم بيقدمه وإن كان امبارح غنى طبعا عايشة اللي هي كمان ملعبه أغنية الشاب خالد المعروفة أداها بطريقته الأكثر شعبية عم بيكون حسين عنده شعبية كبيرة كتير ومثل ما قلنا من ناحية الأداء الصوتي أنا بشوف عصام سرحان حدا أسطورة صوته يعني الله يستر عليه الله يستر الكلمة دي إن شاء الله راح الرجل راح أنا أتأسف له يعني بالنيابة عن بصبع العربية أنه يعني لا إن شاء الله والله خلي بالك من نفسك والله صرت محرج أنا بالمرة طيب وصلنا إلى الختام جميل شكرا, شكرا على وجودك معنا وسلامات على إيدك عندنا نصف نهائي والحلقة الأخيرة بعد في حلقة يلا الله يعينك شكرا جزيلا جميل وشكرا لكم في أمان الكريم نراكم غدا بإذن الله إلى اللقاء وصي اللي باب اللي بيجوك